تفعيل المتجر الإلكتروني على صفحتك التجارية على الفيسبوك. يعني إيه؟ يعني أنت تقدر على صفحتك التجارية تعرض كوليكشن، يعني على صفحتك التجارية تقدر تعمل منتج وترفعه وتروجه على الصفحة التجارية بتاعتك، وكمان تعمل كوليكشن واتنين وتلاتة بفئة أسعار وكل المواصفات الخاصة بالمنتجات بتاعتك اللي تقدر تروجها على الفيسبوك وتبدأ تحقق أرباحك. ولكن اوعى تنسى تشترك في القناة وتضغط على الزرار الأحمر اللي موجود تحت الفيديو ده، وطبعا ما تنساش اللايك والشير علشان الكل يستفيد. يلا نروح لشرح النهاردة بعد الفاصل القصير ده. ورجعنا لكم من تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوسف أحمد، دي قناتكم قناة اتعلم دوت نت. النهاردة هنتعلم مع بعض كيفية تفعيل المتجر الإلكتروني على صفحتك التجارية على الفيسبوك. تعالوا نروح مباشرة على الشرح. وأول حاجة لازم تدخل على صفحة العمل التجارية بتاعتك، وليكن أنا هشتغل على صفحة فاشونيستا اللي قدامنا دي، واللي مخصصة بعرض الملابس والموضة والتسويق الإلكتروني عموما لأي منتجات لبس وأكسسوارات وكل ده. علشان نضيف المتجر الالكتروني واضيف منتج او اتنين او اعمل كوليكشن، اعمل ايه؟ اول حاجة ان انت هتروح مباشرة على السيتنجز او الاعدادات الخاصة بالصفحة. بعد كده هتروح على التمبلت اند تابس اللي هي القوالب الخاصة بصفحة العمل التجارية بتاعتك. هنضغط عليها علشان نختار القالب الخاص بالتسويق او الشوبينج زي ما احنا عارفين. هنا التمبلت بتاعي سيرفيس او خدمات، هضغط على ايديت وادور على التمبلت الخاص بالشوبينج او التسويق الالكتروني. اهو ده التمبلت الخاص بالشوبينج، هضغط على فيو ديتيلز، ولو نزلت تحت هنا هتلاقي الايقونة الشوب ظهرت هنا هي الخاصة بالشوبينج. هضغط على ابلاي تمبلت، تمام، واضغط على اوكي علشان يفعل لنا الشوبينج او قالب التسويق على الصفحة التجارية بتاعتنا او صفحة الفيسبوك. نرجع بقى للصفحة بتاعتنا، تمام، هنضغط على سي مور علشان نروح لزرار الشوب او زرار المتجر الالكتروني الخاص بيا دلوقتي، ونكمل الاعدادات الخاصة بي. هضغط عليه علشان يفتح لك الصفحة دي، يقول لك سيت اب يور شوب سيكشن دلوقتي، فهوافق على الشروط والاحكام الخاصه بالفيسبوك، واضغط على كونتينيو علشان يبدا يفتح لنا المتجر الخاص بينا على صفحتنا التجاريه. هنا بيدي لك اختيارين للتواصل مع العميل او العميل يطلب اوردره عن طريق ايه. اول حاجه ان هو يراسلك على الفيسبوك او ماسنجر علشان يطلب الاوردر بتاعه، او انك هتربطه بموقع الكتروني خاص بيك لو انت ليك موقع الكتروني بره غير الفيسبوك. فهنا احنا هناخد الاختيار الاول وهو المسج، تمام، ونضغط على كونتينيو، تمام. وبعد كده بيقول لك اختيار العمله الخاصه بيك اللي انت هتشتغل عليه. هنا جايب لي الايجيبشن باوند او الجنيه المصري. انت بتختار طبعا العمله على حسب الدوله بتاعتك او العمله اللي انت بتتداول فيها او العمله اللي انت عايز تسوق بيها. بعد كده اختار، اضغط على سيف علشان يدخلنا على الشوب او المتجر بتاعي زي ما انت شايف بالشكل ده. خلاص كده احنا اضفنا المتجر، وبقى عندنا متجر الكتروني خاص بينا على نفس الصفحة التجارية بتاعتنا. اقدر بقى اضيف المنتجات ازاي؟ هاجي هنا على اد برودكت اللي قدامنا دي، تمام، واقدر بقى اضيف صورة للمنتج او اضيف فيديو كمان للمنتج، وبعد كده اضيف الاسم بتاعه سواء تي شيرت او بنطلون او ايا كان المنتج ايه والسعر بتاعه. وهنا لو المنتج عليه سيل او عليه خصم بفعلها، وبعد كده بضيف هنا الوصف الخاص بالمنتج بتاعي، تمام. وهنا انا لو عايز اشير المنتج بتاعي على صفحة الفيسبوك وفي نفس الوقت يكون موجود طبعا على المتجر بتاعي. وهنا خيارات الستوك، ان انت لو عندك عدد او كمية معينة منه. وهنا الفيزيبوليتي او الرؤية، ان انت هتنشره للعامة ولا لا، طبعا هتسيبه بابليك. وبعد كده هنا الكونديشن، حالة المنتج نفسه اذا كان جديد ولا يوزد ولا يوزد جود ولا يوزد لايك نيو، يعني ميزة المنتج اذا كان جديد ولا مستعمل وهكذا. فاحنا النهاردة هناخد مثال، هضغط مثلا هنا على اد فوتو علشان اختار صورة للمنتج. وهنا اخترت المنتج الاولاني، وبعد كده يوز فوتو، وهنا الاسم مثلا تي شيرت 1 مثلا،
وهنا السعر بتاعه نقول مثلا 100 جنيه، وهنا الديسكريبشن بتاعه تكتب اي كلام خاص بالمنتج بتاعك، تمام. وهنا هقول له انشره كمان على الصفحه التجاريه بتاعتي والفيزابيلتي بتاعتي رؤيه للعام والكونديشن بتاعه نيو طبعا، وبعد كده هضغط على سيف علشان يرفع لي المنتج بتاعي على المتجر الالكتروني بتاعي. هنا بقول لك يو جاست اد يور فيرست برودكت، تمام، هقول له اوكي. وهنا المنتج بتاعي هنا انضاف اهو. هكرر العمليه ديت عشان اضيف منتج تاني واعمل كوليكشن، ونشوف ازاي نعمل كوليكشن على المتجر الالكتروني بتاعنا. خلاص كده احنا ضفنا المنتجين، التيشيرت ده وهعتبر ده التيشيرت التاني. عايز اضيف بقى كوليكشن او اتنين او تلاتة، يعني مثلا كوليكشن خاص بالرجالي، خاص بالسيدات، كوليكشن خاص بالصيف، كوليكشن خاص بالشتاء. كل دي كوليكشنز انت ممكن تضيفها هنا. هعمل ايه عشان اضيف الكوليكشن ده؟ باجي هنا على زرار اد كوليكشن اللي تحت ده واضغط عليه، تمام. وهنا بيقول لك اد كوليكشن، تمام. وهنا تسمي اي كوليكشن، وليكن مثلا نسميه الصيف، تمام. وبعد كده اضغط على اد برودكت واضيف مثلا التيشيرت الاحمر هنا، واضغط على اد بقى عندي كوليكشن جديد اهو، تمام. اقول له سيف، اضيف تاني كوليكشن مثلا، اكتب هنا الشتاء، بعد كده اد برودكت واختار التيشيرت التاني واضغط على اد واضغط على سيف. يبقى كده انا عندي اتنين كوليكشن موجودين طبعا غير الفيتشرد، تمام. لو رجعت بقى للبيج بتاعتي واخترت زرار اللي هو الشوب اللي قدامنا ده، هيجيب لي بقى المتجر الالكتروني بتاعي، وهنا المنتجات بتاعتي والكوليكشن وكل حاجة موجودة هنا قدامنا هيت، واقدر بقى استغلها واروج للمنتجات بتاعتي والتسويق بالعمولة عن طريق المتجر الالكتروني الخاص بالصفحة التجارية بتاعتي، وتبدأ ان شاء الله تحقق ارباحك من صفحتك التجارية. بكده يكون خلصنا درس النهاردة. يا ريت بقى لو عجبك ما تستخسرش فينا اشتراكك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان توصلك جميع فيديوهاتنا مجرد رفعها على القناة. اوعى تنسى اللايك والشير، وتصبحوا على خير.